تحدث الدولي الألماني ولاعب تشيلسي الإنجليزي كاي هافرتز عن علاقته الخاصة بالحيوانات، مبرزا سبب وصفه بالحمار في فريق. وقال هافرتز في تصريح صحفي: لطالما كانت لدي علاقة خاصة بالحمير، إنه حيوان هادي ومنذ اليوم الأول شعرت بعلاقة خاصة مع الحمير. وأضاف الدولي الألماني: ربما أرى نفسي فيهم لأنني هادئ أيضا. الحمير يرتاحون طوال اليوم ولا يفعلون الكثير، فقط يريدون أن يعيشوا حياتهم. أحببتهم دائما. وأتم حديثه: بعض زملائي في الفريق ينادونني بالحمار ليس بسبب كرة القدم، بل لعلاقتي الطيبة مع الحمير.